السلام عليكم متتبعي الكرام، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا فطائر سائله مالحه فقط في المقلاه، جد سريعه بمكونات اقتصاديه وبسيطه. اتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم لا فيديو خليوا لي التعليق ديالكم وندوزوا الى الوصفه والمقادير وطريقه التحضير. ونخليكم مع الصور ديال هاد الفطائر ديالنا. غادي ناخذ مقلات، غادي نقردو فيها بصله طريفات وفلفل الوان، فلفل خضراء حمراء اللي عندكم. هاد الحشو جد بسيطه، غادي نزيد لها شويه د الملح، زيت الزيتون اولا زيت الروميه، وغادي نبدا نحركها مزيان حتى تشحر لينا هاد العناصر هادي. وهنايا غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نديرو فيه نصف لتر حليب، شويه ديال الزعتر، جوج د البيضات، جوج كيسان ديال الدقيق، نحتاجو شويه د الملح، غادي نحتاجو شويه د التحميره، شويه ديال الابزار، وعندي واحد جوج معلقات ديال الزبده المذابه. وهنا اخواتي غادي ندوزو باش نخلطو الخليط ديالنا. غادي نضيفو جوج د البيضات للحليب ديالنا، غادي نزيد شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال البابريكا ولا التحميره، وغادي نخلط بالخلاط اليدوي. ومن بعد غادي ناخذ نزيد الدقيق، وضروري ما نغربلو الدقيق ديالنا باش ما يتكونش عندنا حبيبات في الخليط ديالنا ديال الدقيق. غادي نغربلو على هذا الشكل، وغادي نضيفو الكأس الثاني، وغادي نخلط مزيان. ومن بعد غادي ناخذ الخلاط كهربائي وغادي نخلط فيه هاد الخليط ديالنا باش يجينا كله سائل، ما يكونش فيه الحبيبات ديال الدقيق. هنا غادي نضيف دوك جوج معالق ديال الزبده المذابه، وغادي نكمل في التخليط. وهنايا خديت الخلاط الكهربائي، غادي نخوي فيه الخليط ديالنا، وغادي نديرو يطحن مزيان. وهنايا من بعد ما خلطت الخليط ديالنا مزيان، غادي ناخذ اناء غادي نخوي فيه على هذا الشكل هذا، وغادي ناخذ الحشو اللي وجدت معكم بين ما خصها تكون بردات مزيان، غادي نضيفها لهذا الخليط صافي. وغادي نبدا نخلط، وغادي نضيف ليها الزعتر اللي ذكرت معكم في المقادير، نخلطهم هكا. واحد الملاحظه فقط، ملاحظة، وهي ممكن الخضر أو الحشوة اللي طيبت معكم اللي شحرتها في مقلات ممكن تاكلوها أو ديروها في الخليط هكذاك اللي كتعجبو الخضر ياكلها نية. هنا خديت مقلات تكون ما كتلصقش عندكم، خويت فيها الخليط ديالي، غادي نخليه طيطيب ومن بعد نقلبوها مع بعضياتنا. اللي عنده مقلات كتلصق ممكن يدهنها بالزيت. وهنايا غادي ناخذ الفطيره ديالنا، من بعد ما طابت الجهه الاخرى هنا قلبتها قدامكم الجهه الثانيه، وغادي نبقاو مقابلينها حتى كطيب على هذا الشكل صافي. هنايا من بعد ما طابت لينا الفطيره ديالنا، عندي هنايا شويه ديال الفرماج محكوك، اي فرماج عندكم غادي تشدو تعمرو هاد الفطيره ديالكم. ممكن تضيفو الزيتون، ممكن تضيفو الطون، ممكن تضيفو الحرور او الهريسه، ممكن ديرو في هاد الفطيره اللي كيعجبكم اي حشوه بغيتو. مهم الفخوماج والزيتون كيعطيها واحد اللذه اكثر، وانا كيعجبني بزاف الحار، عمرت شي وحدين بالحار
والفخوماج كيجيو رائعين. صافي اخواتي كنبقاو على هذا الشكل حتى نساليو الفطائر ديالنا. وهنا اخواتي من بعد ما ساليت الفطائر ديالنا غادي تاخذوا واحد المنديل او البابي كويسون او لا ضروري ما تحطوه فوقه باش ما تلصقش معكم هاد الفطائر وحده مرا الاخرى.